حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الغني برهانه المبذول للوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجرى المسانه وطبع حق الحكمة ودواء الحكمة وسلم الله حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل على من هوالى جل من صرف الوجود بنور حمر الكون بهجة وجمالا وترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظت العيون فيما اصطلته بشرا كاملا يزيغ الضلالا وهو من فوق بما قد رعته رفعته في شؤونه وتمالا. وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحر في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والإيمان قواعد وتثبت على أهل اليمين من سبيل الله والتعالى والتصوير.
والمبلغ عن الله ما مره بتبليغه لقلبه من فرضه ونفله عبد ارسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وادى الامان وهدى الله به من الامه بشرا كثيرا ودعا نبي امه الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وأوسعها من نعمة انتشر شرسها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأسفى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية برز فيها في قلعة الكمال وقام بحمد الربوبية في مواطن الحكمة لله وأقبل عليه راية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتضوا سخط المجد بقربه وتفيموا ظلال شرف نصره بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أثار تأسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والفتنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير بالألم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك جمال الميمون في الأسناب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد كدت الأزهار الأزهرية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر بالأسناب الفاحرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأبصار ظهوره وبهر فتعلقت همة الرقيم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأسن لا تفي بأشر من شار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تهرب الأكلام عن سهون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من شر أصراف المحلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وباقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين
داعي التألق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد تشوق إلى سماء أوصافها الأديمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد أعلن الغرم أن يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي يا أحسن شمائل وهنا عسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه بإحداثه الأسماء وقد بلغنا في الحديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود حلقا بعد حلق فيما حدث وما تقال. قد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. فتعدد الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفه مولودا. ولما كانت السادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت أنشأت من البرية في كمال الخصوصية فاستوجد هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. نقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته بالعلم القديم إلى من حصصته بالتكريم عبده الكريم عبد الله بن عبد المطلب القدر العظيم أمي التي هي في المحارف عاملة السيدة الكريمة آمنة تلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها ضمته عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلها حتى مر شهر بعد الشهر من حمله وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده السبيل. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله
بقرب ظهور إسراق هذا الصراط والعيون متسوّمة إلى بروزه متسوقة إلى اتقال جواهر الكنوز وكل دابة لقريش نتقت بفسيء العبارة مولدة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا تكفي حملها بالغلام من بركتي وسادتي هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماء مدوهمة بإثر الفرائض بملاقة الأشراف البريات وبروزي من ألم الخفا إلى ألم الدهور فأتى التنقل في البطون والدهور وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العلم الكبير مائدة التسريب والتعظيم بوجود هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وهين قربا وارضي هذا الحبيب على السماوات والأرض ونربينا بالترحيب وأمطر الجود الإلهي على أهل الوجود التثيج وألسنة الملائكة بالتبشير العالمين لا تعيش على الله والحمد لله حق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر إن ولي أمة دانيسا لجنابه المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هو من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية بعد الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وانفلق سمه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحبود مذعنا لله بتعظيم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك
كل من
من حبكم يا هناه يا هناه يا هناه بالشفاعة من المختار في يوم لقيا يورد الحوض بايسقيه بالكاس من دايم الوقت محلا حوض طه حبيب القلب والله منسى سيد الرسل مقبول الدعاء عند مولاه ما خلق ربنا ذا الكون لولاه ريت حاد في المدينة يعتكف في المصلى نور وجهه دوا للقلب والران يجلى أشرف الرسل ذي يفرح بقاصده لجا ربنا قد عطاه النصر قد دمر أعداه لا تكلم شبيه الدر ينثره من فاه يا الحبيب المشفع لي لك القدر والجاه أدرك أدرك على من في قصيده ومغنى والفصال على من حبه الله سماه خاتم الرسل من علمه علمه واسماه الحمد لله نشكر الله على هذه النعمة العظيمة في هذه الليلة المباركة في مجلس يقرأ تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah membaca sejarah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Satu nikmat yang besar dari Allah. Alhamdulillah dengan kehadiran salah seorang ulama, seorang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengajak kita untuk makin taat dan takwa kepada Allah, makin mengenal dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, guru kita Fadilatul Syekh Al-Alim Ad-Da'i Allah Dr. Muhammad Ali Ba'diyah Hafizahullah wa ra'ah, yang semoga Allah menjaga beliau dan memandang beliau selalu dengan kesehatan, memberikan keberkahan, dan kita diizinkan mendapatkan cahaya-cahaya dari beliau beserta semua rombongannya yang semoga selalu mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendengarkan nasihat, tausiah, petunjuk, irsadat dari beliau, dan kita minta kepada Allah hati kita semoga menjadi tempat yang mendapatkan cahaya tersebut, menjadi makin kita ini menjadi orang yang makin taat dan takwa, menjadi orang yang alhamdulillah malam hari ini mendapatkan kemuliaan dari Allah, benar-benar kita menjadi orang yang mulia.
Dan kita berharap hadirnya kita di tempat ini bersambung untuk hadir di majlis yang agung nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah izinkan kita secara langsung melihat beliau, wajah beliau tersenyum kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Narju min fadilati Syekh Dr. Muhammad Ali Bahatiyah an nu'ti an yu'ti lana al-irsyadat wa tawjihat wa sayutarjim akhina Sayyid Hamid bin Salih Ba'agil wa ma'akum utarjim fi kita dengarkan dan kita minta kepada Allah semoga Allah jadikan majlis ini majlis yang benar-benar penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ya tafadhal masyukran masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi wala ala hadhihi al-ummah an-ni'am وجعلها لا تعد ولا تحصى وجعل أعظمها نعمة نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ونعمة الاتصال بالحبيب الأعظم وكفى بها من نعمة ثم ميزنا المولى سبحانه وتعالى على سائر الأمم بأن جعل فينا بضعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يجعلها في سائر الأمم فهذا فضل الله ونعمته لا بد أن نشكر الله تعالى عليها ونعمة أهل بيت رسول الله في أمة محمد نعمة مكفورة لا يعطاها قدرها ولا يشكر على هذه النعمة من أوجدها سبحانه وتعالى ولكنها نعمة إما أن تكون قد عزبت عن أذهان كثير من الناس بسبب انشغالهم في الحياة الدنيا وإما أن يكون قد تركت لأجل متعمد لما في قلوب أولئك الذين جعل الله تعالى في قلوبهم النفاق وأما الآخرون الذين يعرفون نعمة أهل بيت رسول الله فأولئك الذين أنعم الله تعالى عليهم بنعمة يؤدون شكرها ويحافظون عليها. Beliau Sayyid Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah mengawali mauhidah beliau di malam hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita semua umat Islam, nikmat yang sangat banyak dan terus-menerus. Dan di antara nikmat yang paling besar kata beliau adalah nikmat Islam. Yang kedua adalah nikmat ittisal bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sambungnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan paling besarnya nikmat kepada umat Islam kata beliau. Kemudian ada nikmat pula yang lain, yaitu apa? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengistimewakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan adanya bid'atul mustafa, adanya bagian anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kita semua umat Islam. Ini kata beliau merupakan nikmat yang patut untuk disyukuri dan wajib untuk disyukuri, yaitu apa? Adanya Ahlul Baitul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya pada zaman ini ada tiga bagian. Ada tiga bagian atau tiga macam sikap seseorang terhadap Ahlul Bait, terhadap nikmat besar ini, yaitu adanya Ahlul Baitul Mustafa. Yang pertama adalah ada orang-orang yang azubat an adhanihim, yaitu otak mereka atau di pikiran mereka tidak ada lagi Ahlul Bait. Mereka disibukkan oleh dunia dan sebab-sebab yang lain. Kemudian kelompok yang kedua ada yang sengaja meninggalkan Ahlul Baitul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan Ahlul Bait karena apa? Karena an-nifaq, karena kemunafikan yang ada pada diri mereka. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang mengetahui adanya nikmat ini, yaitu nikmat Ahlul Bait, dan menunaikan dan mensyukuri nikmat tersebut. Wassalatu wassalam ala nabiyil huda wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-gail
على ما ذكره الله تعالى في كتابه وعلى لسان سيد أحبابه، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذه لم تكن لنبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل، وإنما كانت خاصة بأهل بيته صلى الله عليه وسلم. فإن جميع الأنبياء والمرسلين الذين حق الله سبحانه وتعالى عنهم عندما يقولون لأقوامهم قل لا أسألكم عليه أجرا، هذا صالح وهذا نوح وغيره من الأنبياء، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال في حقه تعالى قل لا أسألكم عليه، يعني على ما بلغتكم من الدعوة إلى الله تعالى، ما بلغتكم عليه من كتابه وأحكامه وغير ذلك مما أمرني الله بتبليغه، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومعنى ذلك قد يلحظ الإنسان أن قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتاجون إلى أن يكون الإنسان يوده، ولكن هذا بالعكس. معنى ذلك أنكم إذا أردتم الفلاح والفوز والنجاح، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الأنبياء الناصحين لأممه، فقال إذا أردتم الفوز والنجاح فالزموا هؤلاء القربى وهم أهل بيتي، كما سيأتي تفسيرهم أو كما سيأتي إيضاحهم في الآيات البينات. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjalankan seluruh apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa mawaddata fil qurba." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak akan meminta pada kalian wahai umatku apapun kecuali apa, al-mawaddah fil qurba, mawaddah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tidak ada umat-umat sebelumnya, nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya nikmat yang demikian. Yaitu apa nikmatnya? Ada keluarga Nabi yang sampai pada umatnya hingga hari kiamat kecuali untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain dikatakan qul la as'alukum 'alaihi ajra. Katakan aku tidak akan meminta apapun kepada kalian, kata para nabi-nabi terdahulu, apapun, enggak ada dari penyampaian mereka terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka ajarkan kepada umatnya, mereka tidak minta balasan apapun sama sekali kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan illal mawaddah fil qurba, kecuali mawaddah, bersikap mawaddah kepada al-qurba. Beliau mengatakan mungkin sebagai manusia berpikir bahwasanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh untuk diberi mawaddah. Tapi kata beliau tidak, ini sama sekali sebaliknya. Apa makna dari ayat tersebut? Maknanya adalah jika kalian ingin kebahagiaan, jika kalian ingin kebahagiaan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka bersikaplah mawaddah kepada Ahlul Bait, bersikaplah mawaddah kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ahadu sahabati an-nabi alaihi salatu wassalam, minhum alladhina umirna bimawaddatihim. Qala Ali wa Fatima والحسن والحسين. طبعا أهل التفسير يذكرون في ذلك ما يذكره أولئك النواصب وأصبحت هذه على ألسنتهم. طبعا نحن نعني بالنواصب من لا يحب أهل بيت رسول الله لشغاوة قامت في القلوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن أهل البيت لا يحبنا إلا مؤمن ولا يبغضنا إلا منافق، هكذا قال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. من هم القربى هؤلاء؟ نترك القرآن الكريم هو الذي يبين لنا من هم قربى الذين أمرنا بمودتهم، بمحبتهم، باتخاذ اليد عندهم، بالجلوس أمامهم على أدب كامل وشامل. عفوا منكم أنا يا حبايب ما تمثلت بالأدب معكم عندما تكلمت فيكم. فعندئذ من هم هؤلاء القربى؟ نقول ننظر للقرآن في آية التطهير ثم في آية المباهلة. أما آية التطهير التي أتت على
لسان جبريل من قبل الوحي من رب العالمين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله سبحانه وتعالى إنما يريد الله، ثم أتت هذه الآية، ثم أتى بعد ذلك بالإكمال عن نساء النبي. وما معنى ذلك؟ معنى أن نساء النبي الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه بأنه من تاتي بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين وما أمرهم الله تعالى به من الأوامر، فإذا به يذكر أن ذلك كله لم يكن لأن كنا نساء النبي فقط، وإنما لأننا أردنا تطهير أهل البيت تطهيرا من أي دنس كان. فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليبين الأمة من ذلك العصر إلى يومنا هذا من هم هؤلاء أهل البيت. فدعا وهو في بيت أم سلمة، أم سلمة من الفانيات في محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان لها المواقف المشهودة المعروفة حتى أنها بكت لما تحول ذلك التراب إلى دم وعلمت بأن سيدنا الحسين قد استشهد. طبعا أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان في بيتها، فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام من يدعو له من أبيه فاطمة والحسن والحسين وهو خامسهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أتى بردائه وجلله عليهم وضعه على رؤوسهم وأدخلهم في ذلك الكساء. ثم أراد سيدنا جبريل الذي نزل بهذه الآية أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل. ليه؟ جبريل أمين الوحي من العشرة الكرام من الملائكة الكرام، يريد أن يدخل في بركة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن النبي أن يصيبه شيء من هذه البركة، فأذن له بالدخول وأن لا يكون منهم، وإنما داخل ليأخذ المدد ليأخذ البركة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادت أم سلمة من ناحية البيت أدخل معكم؟ قال أمك في مكانك أنت على قيد، لأنه يريد أن يعلم الأمة من هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال هؤلاء هم أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapa yang dimaksud dengan ahlul bait yang wajib kita mawaddah kepada mereka, yang wajib kita cintai? Maka dikatakan oleh para ulama, mereka adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Fatimah Zahra, dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini adalah ahlul baitin Mustafa Muhammad SAW. Kemudian mereka, orang-orang yang benci mereka, ada yang namanya firqah nawasib, kata beliau. Nawasib adalah orang-orang atau firqah atau kelompok yang tidak mencintai bahkan membenci Ahlul Baiti Mustafa Muhammad SAW. Padahal apa? Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda tidak mencintai kami kecuali mukmin dan tidak membenci kami kecuali orang-orang munafik, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian terkait Ahlul Bait ini, beliau menjelaskan, sudah dijelaskan dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Kata beliau, Ahlul Bait yang wajib kita adab kepada mereka, wajib kita cintai, wajib kita hormati, wajib kita dengarkan. Kemudian beliau meminta maaf kepada para habaib yang hadir di sini karena mau'izah beliau kepada para habaib semuanya. Beliau menjelaskan kemudian bahwasannya Al-Quran di dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Nisa'un Nabi, yaitu para perempuan di sekitar Nabi Muhammad SAW. Manjaki minkun Nabi Fahisatin, ayat yang panjang menjelaskan tentang perempuan-perempuan Nabi Muhammad, mereka yang melakukan dosa dari perempuan Nabi maka adabnya berlipat ganda. Setelah itu ada ayat, turun ayat innama yuridullahu yuhiba'ankumu rijisa
ahlul baiti wa yutahhiru tathhira. Yang menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, dengan peringatan kepada perempuan-perempuan di sekitar Nabi sebelumnya, tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali untuk mencucikan ahlul bait dari segala kotoran. Wa yutahhiru tathhira, kata Allah. Ini turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, dan Sayyidina Hasan dan Husain di rumah Ummu Salamah. Beliau menjelaskan bahwasanya Ummu Salamah itu adalah perempuan yang luar biasa yang cinta ahlul bait. Pada akhirnya apa? Ummu Salamah punya mawaqah wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menempatkan tempat yang tinggi dan apa? Dan melingkari mereka, menaungi mereka dengan ridanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kemudian Nabi Muhammad membaca ayat ini, yaitu innama yuridullahu yuthiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Bahwasanya mereka ini, kelimanya ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Fatimah, dan Sayyidina Hasan dan Husain merupakan yang dimaksud dengan ahlul baitil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu apa? Jibril, bahkan malaikat Jibril yang termasuk malaikat yang paling tinggi, 10 malaikat tertinggi, itu izin untuk masuk bersama Nabi Muhammad dan para ahlul bait yang lain. Maka apa? Maka diberi izin oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil berkah, untuk mengambil madad. Ini siapa? Malaikat Jibril. Izin Nabi Muhammad agar dapat berkah dan agar dapat madadnya ahlul bait. Kemudian di ujung juga ada Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan kepada Nabi, adkhul, apakah aku boleh masuk wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, unkusi maka nanti fa'anti ala khair. Kamu tetap di situ, insya Allah kamu tetap dapat kebaikan, kata Nabi Muhammad SAW. Mauqif ini menjelaskan apa? Menjelaskan siapa itu ahlul bait, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain, dan pemimpin mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Al-ayat ketiga, التي تظهر من هم أهل البيت آية المباهة. وآية المباهة لها سبب نزول، وهو أن وفدا من نصارى نجران أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنصارى في كتابهم مذكور اسم النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، ومامورون باتباعه كما هو موجود في التوراة، كما قال الله سبحانه وتعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم جحدوه حسدا من عندي أو نفسي. فأتى هؤلاء النصارى لما انتشر الإسلام وأتوا وفدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرهم ودعاهم، وهم من أحبار النصارى الكبار، من القساوسة الكبار، طمعا في أن يسلموا فيسلم معهم أهل نجران، ولكنهم أبوا. فقال إنكم والله لتعلمون أني رسول من عند الله موجود مكتوب عندكم في الإنجيل. فقالوا أننا لا نجد ذلك. قال لهم، دعاه صلى الله عليه وسلم للمباهلة، أن نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين، نحلف تحلفون يمين ونحلف يمين والكاذب يأخذه الله سبحانه وتعالى. وقالوا مرحبا، فكر ناتي بأنفسنا وأبنائنا الذي أتوا معنا ونساءنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي تسمى بآية المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. فأتى في اليوم الثاني النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بنسائه. كم كان من النساء عنده صلى الله عليه وسلم؟ 9 نسوة. لكنه لم يأتي من نسائه إلا بفاطمة رضي الله عنها وعليها السلام. وأبناءنا عنده بنات أبناء بنات، لكنه لم يأتي بأحد، لا من أبناء العباس
ولا من أبناء بناته الأخريات، وإنما أتى الحسن والحسين ابن فاطمة الزهراء وابن علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم قال وأنفسنا، قال أنفسنا أتى بنفسه هو صلى الله عليه وسلم وأتى بنفس علي، فلذلك نفس النبي أو نفس علي من نفس النبي، وهذا يؤيده ما ذكر في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل وقال يا رسول الله من أحب الناس إليك من صحابتك؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال وأين علي يا رسول الله؟ قال جئت تسألني عن أصحابي أم عن نفسي التي بين جنبي؟ اللهم صل عليه وعلى آله. ثم لما وصل النصارى هؤلاء قال بعضهم لبعض والله إنكم لتعلمون أنه نبي، ولو باهلتموه لسخط الله عليكم ولا أفناكم عن بكرة أبيكم، وإنما واضعوه على الجزية. فلما أتى للمباهلة بعدما أتى بأهل بيته، ومن هذا أساسه وهم القربى الذين نحن موصون بهم، فإذا به بهم ينكثون وقالوا لا نباهلك وإنما ندفع لك الجزية، ورجعوا خائبين. نعم. Kemudian ayat yang ketiga yang menjelaskan secara gamblang dari Al-Quran siapa itu Ahlul Bait adalah ayat Mubahalah. Ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian oleh para ulama disebut dengan ayat Mubahalah. Ayat Mubahalah ini punya sebab turun, asbabun nuzul, yaitu apa? Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berunding dengan Nasoro Najron, dengan para pembesar orang-orang Nasrani dari Bani Najron. Tatkala itu Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwasannya apa? Bahwasannya orang-orang kafir Najran ini, Nasrani Najran ini tahu bahwasannya Nabi Muhammad itu Rasul. Karena apa? Disebutkan dalam Taurat, Injil, nama Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad semuanya. Bahkan dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Orang-orang kafir Nasoro itu pada saat itu tahu bahwasannya Nabi Muhammad itu Rasul sebagaimana mereka kenal tahu anak mereka sendiri. Nah, tatkala itu Nabi Muhammad SAW berunding, tapi mereka menolak. Mereka enggak mau untuk masuk Islam. Orang-orang Nasoro Najron. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk mubahalah. Falnabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadzibin. Nanti yang benar, yang merasa benar, kalau yang benar dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kalah, yang bohong, mereka orang Nasrani enggak mengakui Nabi Muhammad, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas dikatakan dalam Al-Qur'an ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Apa sumpah mubahalah? Yaitu mengajak abna, mengajak anak. Wa nisa'ana wa nisa'akum, mengajak perempuan. Wa anfusana wa anfusakum, dan mengajak dirinya sendiri. Itu untuk sumpah mubahalah, mengajak keluarganya. Apa yang terjadi kemudian besok harinya tatkala sumpah Nabi Muhammad SAW mengajak Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Padahal apa? Padahal Nabi Muhammad punya 9 istri. Tapi yang diajak dari nisa'nya Nabi, dari perempuannya Nabi cuma satu. Siapa? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Wa abna'ana wa abna'akum, anak Nabi Muhammad banyak ada yang perempuan. Tapi apa? Nabi Muhammad tidak mengajak kecuali dua, yaitu putra Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Abna'ana wa abna'akum. Kemudian yang ketiga, wa anfusana wa anfusakum, sumpah mubahalah ya orangnya sendiri. Tapi apa? Ketika itu Nabi Muhammad mengajak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lantas mereka inilah yang diajak sumpah oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi dalil kuat. Inilah yang disebut dengan mereka inilah adalah Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad mengajak Sayyidina Ali, maka seakan-akan Nabi Muhammad mengajak dirinya sendiri. Ini juga didukung oleh hadis yang lainnya, yaitu tatkala satu sahabat bertanya kepada Nabi, man ahabbun nasi ilaikum, siapa orang yang paling kamu cintai wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Kemudian balik tanya sahabat tadi, di mana Sayyidina Ali? Kok enggak disebut? Kata sahabat, apa kata kanjeng Nabi Muhammad?
kamu tanya aku tentang sahabat-sahabatku atau kamu tanya tentang diriku sendiri? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bukti kuat bahwasanya mereka inilah Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah yang dimaksud dengan Ahlul Baitul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dari mana? Dari ayat Quran. Lantas apa lantas keesokan harinya mereka ke orang kafir Najran tidak mau melanjutkan sunnah tersebut karena takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka membayar jizyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في حديثه وهذا الحديث المبغضي لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يقولون سلمنا أن أهل البيت هم الحسن والحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عليهم السلام وسيدنا علي ورأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن والحسين وما تناسل منهما. في يوم صفين لما كان أمير كان عنده أو معه سيدنا الحسن ومعه سيدنا الحسين ومعه من أبنائه محمد بن الحنفية من غير فاطمة. فكان عندما يبرز أحد الناس للحسن أو الحسين كان يبرز هو أمامهما ولا يدع الحسن ولا الحسين يخرجون للمبارزة. إذا برز أحد لمحمد بن الحنفية تركه لأن أهل البيت هم الذين ضحوا كما نبيهم كما رئيسهم عليه الصلاة والسلام ضحوا في سبيل الله أموالهم وأنفسهم وأولادهم لغير ذلك. فأراد أحد الناس ممن وقر في قلبه شيء من النفاق أن يثير هذا الذي كان يحدثه من سيدنا علي عليه السلام فقال انظروا إلى ابن أبي طالب إذا برز أحد لابنيه ظن بهما يعني خاف عليهما وبرز هو له. فلما بلغ ذلك سيدنا علي عليه السلام قال والله ما ظننت بهما ولكنني خشيت على نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقطع ونسله منهما. Kemudian ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri yang mengatakan menjelaskan kepada kita umat, yaitu apa terhadap mereka-mereka yang mungkar, yang mengingkari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan orang-orang yang mungkar ini, orang-orang yang mengingkar ini kita terima bahwasanya keluarga Nabi adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kita terima bahwasanya mereka adalah keluarga Nabi. Tapi mereka enggak mau. Apa yang dimaksud dengan keluarga Nabi juga adalah matana salamin huma, yaitu siapa saja keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka semua adalah Ahlul Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang ingkar enggak mau. Orang-orang yang munafik enggak mau. Kata beliau mengakui bahwasanya apa? Bahwasanya keturunan Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah Ahlul Bait. Mereka enggak mau orang-orang yang munafik, kata beliau. Dalilnya apa? Dalilnya adalah saat itu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika berperang, perang Siffin terhadap Ahlus Syam, Amirul Mukminin ini melindungi, sangat melindungi Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, tatkala perang itu ada duel, ada mubarazah. Ketika satu lawan satu, itu Sayyidina Ali selalu mendahului Sayyidina Hasan dan Husain, melindungi, gak mau mengorbankan dirinya sendiri untuk duel dengan lawannya. Tapi terhadap anak yang lain, Sayyidina Ali tidak melakukan demikian. Bagaimana ada anak Sayyidina Ali Muhammad ibn Hanafiyah juga berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ahlul Bait yang lain, mengorbankan jiwa, raga dan harta seluruhnya untuk membela agama Islam, kata beliau. Tapi apa Sayyidina Ali enggak? Sayyidina Ali enggak melindungi dia Muhammad bin Hanafiyah beliau, tapi apa? Melindungi Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian ada sahabat, ada seseorang
yang dalam hatinya ada kemunafikan ingin menyebarkan isu ini, ingin memfitnah, menyebarkan fitnah ini, kemudian mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali itu gak melindungi anaknya semuanya, cuma melindungi Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika kabar ini kemudian sampai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kemudian mengatakan, demi Allah yang zat yang diriku berada di tangannya, kata Sayyidina Ali, aku tidak takut atau tidak ingin melindungi keduanya, enggak. Tapi apa? Aku takut kemudian keturunan Rasulullah SAW itu terputus. Karena apa? Karena keturunan Rasulullah berasal dari mereka berdua. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini bukti dan dalil bahwasanya apa? Bahwasanya keturunan Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait, adalah juga yang termasuk di dalamnya adalah anak keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Semuanya adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Lidzalika rawah Muslim wabayruhu من أصحاب السنن هذا الحديث بألفاظ متقاربة، قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم، يخاطب أمته، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. في رواية: أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله وعترتي. فإن السميع العليم أخبرني أنه ما لن يفترقا حتى يردا علي الحق، أي الكتاب وأهل البيت. إذا أردت النجاح فتمسك بكتاب الله، وتمسك بما جاء عن آل بيت رسول الله الذين يشرحون الكتاب على مراد الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نعمة بقاء أهل بيته لهذه الأمة، يقول: أهل بيتي النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض من الغرق. بل ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أهل البيت مثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذا هو كرامة ونعمة وفضل أهل بيت رسول الله في هذه الأمة التي لا بد لها أن تعرف حق أهل البيت. أهل البيت هم الذين قاموا بالعلم ونشره في أصقاع الدنيا، هم الذين نشروا الدين في أصقاع الدنيا، وهم آباؤكم وأجدادكم وأهلكم الذين يجب عليكم أن تسيروا بسيرهم وأن تهتدوا بهديهم، وأن لا تخرجوا عن الإطار الذي رسموه لكم من الطريق الواضح المستقيم ومن الرحمة والرافة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian juga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ashab sunan yang lain, ashab sunan yang lain, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap Ahlul Bait. Apa kata Nabi Muhammad? Taraktu fikum amrayni, aku meninggalkan kepada kalian wahai umatku semuanya dua hal. Aku meninggalkan dua hal, in tamassaktum bihi, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan pernah tersesat lagi. Kata Nabi Muhammad, yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah itsrati, yaitu keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. Fa inna sami'al alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amba'ani, kata Nabi Muhammad, mengabariku, annahuma, bahwasanya keduanya yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait, lan yaftariqu hatta yarida 'alayyal haul, gak akan pernah pisah sampai kelak di hari kiamat, sampai kelak bertemu di telaganya Nabi Muhammad SAW. Ini hadis Nabi Muhammad menjelaskan bahwasannya apa? Kita harus berpegang teguh kepada kitab Allah yaitu Al-Quran, dan Ahlul Bait yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW, yang banyak dari mereka, yang mereka inilah yang menjelaskan Al-Quran sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Kemudian apa juga hadis Nabi Muhammad yang lain, yang apa, yang mengibaratkan Ahlul Bait itu seperti bintang. Kalau apa? Kalau ahlu langit, orang-orang yang melihat langit itu merasa aman kalau ada bintang,
maka penduduk bumi merasa aman dan akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Ahlul Baitul Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nujumu amanun li ahli sama wa ahlul baiti, kata Nabi Muhammad, amanun li ahli ardi bil ghurab. Hadis yang lain juga demikian mengatakan, katanya apa? Bahwasanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibarat perahu Nabi Nuh, misbah safinati Nuh. Yang naik, yang ikut, yang nurut, yang cinta maka akan selamat, dan yang gak ikut maka akan tenggelam, kata beliau. Maka oleh karenanya beliau mewasiatkan kita semua, kita harus tahu hak yang harus kita tunaikan kepada Ahlul Bait, menghormati mereka, mengikuti mereka, mencintai mereka semuanya. Hak-hak mereka kita penuhi. Mereka Ahlul Bait adalah yang menyebarkan Islam, yang menyebarkan ilmu di seluruh dunia, kata beliau. Maka beliau juga mengatakan, jangan sesekali Ahlul Bait keluar dari jalan yang telah digariskan oleh para nenek moyangnya, yaitu jalan Islam yang baik, yang rohmah dan rohmah, kata beliau, yang penuh dengan kehormatan dan rahmat, dan rahmat yang penuh dengan rahmat kasih sayang. Fali'adhu risadati yang takallamtu baina aidihim wal kalamu lahum wahum kama yagul bidayin idha wujidan na' batalat tayammum وإنما نحن تيمم إذا فقدوا يعني لم يوجدوا في من على تطاول على هذه الكلمات التي أتيت بها وليسمحوا لي وجزاهم الله خير الجزاء. Kemudian saya Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'athiyah meminta maaf kepada para habaib yang hadir atas kalam atau mauidhoh yang beliau sampaikan. Beliau menyampaikan bahwasannya sebenarnya tidak layak, yang layak untuk berbicara di majlis ini adalah para habaib yang ada di sini, kata beliau. Beliau minta maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang beliau sampaikan adalah niabah atau menggantikan dari para habaib yang ada di sini, bukan kemudian beliau berbicara atas nama beliau sendiri, kata beliau. Maka beliau meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para habaib yang ada di tempat ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak. Kita berterima kasih kepada beliau yang mengingatkan kita, terutama Ahlul Bait, merupakan satu kenikmatan yang besar, yang di dalamnya ada tanggung jawab yang besar, ada wadifah yang berat untuk kita, yaitu yang pertama untuk mengenal diri kita, para Ahlul Bait, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan besar dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini tahu diri kita, kembali ke asal kita, ikut datuk-datuk kita yang mulia. Tadi disampaikan oleh beliau yang menyebarkan dakwah Islam, yang menyebarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga kehormatannya, yang penuh dengan kasih sayang mengajak umat Nabi, menyelamatkan umat Nabi sebagai kapal yang akan ditumpangi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenali diri kita dulu, para Ahlul Bait. Kembali kepada ajaran Ahlul Bait, kepada ajaran yang mulia dari datuk-datuk kita, para sahabat, kemuliaan yang Allah berikan, sehingga apa? Kita pun benar-benar menjadi bagian kemuliaan tersebut. Semoga apa yang disampaikan beliau makin menggugah kita, dan semua daripada para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Ahlul Bait, semoga kita bergandengan tangan dalam mengajak umat Nabi kepada Nabi, bergandengan tangan untuk mengajak umat Nabi cinta kepada Nabi, bergandengan tangan untuk mengajak kita meneruskan perjuangan Nabi dengan adat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ditunjukkan oleh beliau. Ketawaduannya, akhlaknya yang mulia, yang ini penghias besar bagi kita orang-orang yang ingin menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi cahaya bagi kita, dan semoga Allah memberikan kepada beliau, Allah yatakarram alaihi bisihhah wal afiyah wal hifdz wal riayah wan nasr wa sahala wal jamalah والنذر من الله سبحانه وتعالى من الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan kita terus diizinkan berada di jalan yang mulia ini sampai kita berjumpa bareng, temu lagi dengan datuk-datuk kita di dalam surganya Allah untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Masya Allah, ada kesempatan terus seperti ini, dan semoga di fursa akhir datang ziarah di Madinah. Besok pagi habis sholat fajar, beliau akan memberikan tausiah nasihat di Masjid At-Taufiq Jalan Durian. Ada sholat fajar di Masjid At-Taufiq, dan ada nanti kunjungan juga ke beberapa pondok dan ke beberapa kiai. Insya Allah yang ada kesempatan, ambil kesempatan emas ini, ambil kesempatan besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita didatangi kemuliaan, bukan kita datang, kita didatengin. Kalau kita gak ngambil pun kerugian besar. Maka semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung, dan keuntungan ini benar-benar menjadi hakiki untuk kita benar-benar merasakan nikmat yang tadi disampaikan, nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وخين برسل الله عليه السلام من بدن أمي برزر في أن ترفعه إلى السماء مؤميا بذلك رفينا أن لو شرف على مدوى السماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبله بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مهتونا مكفولا مكتوعا سرا تولت ذلك لشرفه عند الله أد القدرة لما بروزه إلى هذا العالم دار من العجائب ما يدل على أنه أشرف الخلق مخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن ابي الرحمن بن عوف عن ام الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت امنه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعته قائلا يقول رحمك الله او رحمك ربه قالت الشفاء فاضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم ألبسته ورجعته فلم أنشم أن وشيت لي ظلمة ورعب وقشريرة أن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب فأسفر ذلك عني ثم أودني الرعب وظلمة وقشريرة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المشرق قالت فلم تزلني خديت مني أنا بني الأبتدأ دعوا الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم تجملت السنة من أرض من معجزات وباهر الآيات البينات لا يقضي بعظيم شرف عند مولا وأن عين على يدي في كل خير ترها وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشر وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا
له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلاقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعناده وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دار أصحاب المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعسعي فيه مشكورا وفيري فيه محمودا ويقف عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه العمل فتعود ظافرة وعلى باب ذاته تحط الرحال وتفساها منه الفيضات الخامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بسرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كرسي رسالك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسين بقايتك وأن تبلغنا من صرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب خوايا أعمالنا
وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحافظين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنعم في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وجاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواصره وواله وظاهره وأم بركته وصرفه وشادي أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واصف اللهم كربة المكروبين واغذي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر سر المرتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن الحسين من جميع البلايا وفي نفس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك الدائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسهم الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد.